اهلا بكم متابعينا متابعي جريدة اهل مصر من كل مكان. احنا معاكم النهارده من داخل مركز اشمون التابع للمحافظه المنوفيه، خاصه يعني قريه شمه. يعني طبعا معروف عن المنايفه ما شاء الله عليهم ان هم ناس كثيره العطاء. الحاجه نصره رسمت لنا حاجه كبيره جدا في المنوفيه، طبعا هي طلعت ب 400 جرام ذهب من اجل الشعب الفلسطيني. حبت ان هي تنصرهم وقالت ان هي تبرعات التقت بيه شيخ الازهر. ازاي حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله. عاوزين نتعرف عليكي الاول. الحاجه نصره بقى، نصره عبد الفتاح من المنوفيه، من شمه. قولي لنا بقى، انت اتبرعتي ب 400 جرام، احكي لنا بقى تفاصيل الواقع من كده. والله انا بقعد قدام الشاشه بشوف اهلنا في غزه، يعني بينقصف عليهم البيت بالسبع طوابق والثمان طوابق، بينقصف على عيال صغيره وعيال كبيره وستات ورجاله وكده. فطبعا بقيتني محتاره اعمل ايه، نفسي اتبرع لهم بحاجه، نفسي اعدي حتى اروح عندهم والله لو حتى انقصفت. بس لقيت بقى شيخ الازهر الله يبارك في عمره يعني عامل مبادره للتبرعات يعني. فما اتاخرتش، رحت واخده علبه الذهب طلع على منشاه الازهر. فروحت مديها، دخلت يعني حتى العلبه بذهبها كلها، 11 غويشه وعقد 170 جرام واربع خواتم. في الاول قبل ما تروحي اكيد ان هنا حصل يعني تشاور بقى مع زوج حضرتك. والله ما تشاورت، انا قلت له انا عايزه اتبرع بالذهب ده الغزة، قال لي انت حره. هو ذهبك وانت حره فيه، حاجتك يعني وانت حره فيه. اولادك كانوا ايه؟ عندي ولدين وثلاث بنات. هم قالوا يعني استنى ما نشوف المساعدات بتوصل ولا ما بتوصلش، ولا اصبري ولا مش عارف. قعدوا يعني من فن قبل كده يعني يتناقشوا معايا. قلت لهم لا ان شاء الله، طالما شيخ الازهر عامل مبادره ان شاء الله الحاجه هتوصل. أيوة. وما تاخرتش وروحت كده. طلع قررت تدي للازهر يعني ثقه في الازهر. ثقه في شيخ الازهر. انا قررت يعني عندي قررت ان اوديها الازهر، الازهر الشريف يعني. أيوة. بس ورحت المشيخه وقابلت كذا واحد كده يعني هناك، بقول لهم انا حتى عايزه ادي علبه الذهب دي، امنيتي يعني ان انا اديها لشيخ الازهر في ايده يعني. فواحده قالت لي ده مسافر، وواحده قالت لي ده مش عارف ايه، واحد قال لي زي حضرتك كده، قال لي طب مش لك الحاجه توصل لاصحابها. أيوة. قلت له بس انا امنيتي يعني ان انا ايه ده الشيخ الازهر في ايدي، ده اللي كل ما اتمناه يعني. فجاء حضره اللي هو اللي قاعد بقى في مكتبه ده، هو ده اللي طلعنا بصراحه. الموظفين اللي بره ما يعني ما قالوش ان انت هتقابل الشيخ الازهر ولا حاجه، مش عايزين يطلعوه. لا لا، اللي هو ياخدوا الحاجه ما دام كده كده هتوصل فخلاص. كانوا مش عايزين يوصلوني. صممت بقى، دخلت عند اللواء حضرتك يعني راجل محترم برده وطيب، وراح قال لي ماشي بس ما فيش تصوير مع الشيخ يعني. قلت له ماشي. انا مش اصريت ان انت تقابلي. اصريت من بره ان انا اقابل الشيخ الازهر ذاته يعني. ودخلنا عنده، والله راجل محترم جدا، الله، هو طيب فعلا يعني. واسمع على مسمى. دخلت وقعدت عندي في المكتب عنده، لازم تشربوا حاجه، لازم. قال لي انت بتتبرعي بذهبك كله. قلت له لاهلنا في غزه. قال ان شاء الله ربنا هيعوض عليكي ب 10 اضعاف حضرتك يعني. هو قال لي كده. كان في واحده كده قاعده مش عند الشيخ، قاعده عند اللواء ده، بتقول لي انا عايزه، قالت انا عايزه، بتقول له انا عايزه، قال لها روحي اللواء يعني، قال لها روحي هاتي الاسايم وانا بديكي ايه اللي انت عايزاه، من غير اسايم ما ينفعش. فانا بعرض على اللواء ده بقول له علبه الذهب دي، شافت علبه الذهب اتنططت. انا عايزه واحده، انا مش لاقي اكل عيالي، اديني غويشه، اديني مش عارف. هو لا عيب اللي انت عملتيه ده غلط، ما يحصلش في مكتبي، اعتذري. فهي ماشي، قالت انا اسفه ومش عارف ايه وكده، وراحت ايه ماشيه يعني. خصوصا ان الحاجه دي راحت لاهلنا. يعني انت قاعده في الامان وعايزه تعملي بيها ايه؟ طب انت هتاخد واحده تعملي بيها، احنا مودينا للناس اللي بتنقصف ليل ونهار دي يعني. الناس بتسال 400 جرام فعلا؟ هم 400 جرام، عقد 170 جرام، عقد فيه اربع قلوب من هنا كده واربعه من هنا وثلاثه من تحت، ده تقيل قوي. والله ما صوروه في الازهر، انا ممكن اوريه لك معايا على وانا لابساه في اي مناسبه بعد انتهاء التصوير بقى. ممكن اوريه لك في اي مناسبه كنت لابساه فيه. بس ودخلنا يعني، قال لها اعتذري للست ديت، قال لها اعتذري، ودخلنا بقى عند الشيخ الازهر. كنا بقى ان الدكتور احمد طيب
كان حلم حلم كده اه هو بقى الوزيره سحر نصر ديت، بتقول لحضرتك انت جاي الصبح، بتقول انا طول الليل احلى من ان انا بوزع دهب. فحلم حضرتك اهو اتفسر، انت قاعد على مكتبك والدهب قدامك. يعني هو حلم بالليل انه هو بيوزع حلم ده. بالليل ان هو بيوزع دهب، فهي بتقول له حلم حضرتك، حلم حضرتك ايه اتحقق يعني، الدهب قدامك اهو. قام هو رد قال والله اه طول الليل بقى حلمان ان انا بوزع دهب، بس والله لا شفت الدهب ولا بمسكه في ايدي هو يعني، بس انا كنت حلمان بكده. اللي هو هو رد حلم الذهب وقال ذهب جاله الصبح. للاستاذه سحر، والاستاذه سحر قالت لك اه ده احنا حلمنا لا ده هي بتقول له، هي اللي هي بتقوله. بتقول له وانا واقفه يعني، انا سامعه الكلام، هي ما كانتش يعني هو بتقول ده شيخ انا الازهر حلم كان بيحلم في الليله دي ان هو راح الليله دي يوزع ان هو ذهب، بيوزع ذهب. فقالت اه روحتي فهي فحلمت بقى بيه. بتقول له يعني انت حكي لنا الصبح ان انت ايه بتوزع ذهب، والذهب قدام حضرتك اهو يا فضيله الشيخ. فقال اه رد قال والله طول الليل بحلم ان انا بوزع ذهب، بس والله انا ما مسكت الذهب ولا شفت، بس انا حلمان ان انا بوزع طيب ذهب. ايه نقطة قلبك والله ارتحت القوة شوية، شعور؟ اه ارتحت يعني ان انا عرفت اعمل حتى حاجة مناسبة يعني وكده، ارتحت شوية يعني، بس والله ماني مرتاحة، نفسي بس حتى الضرب يبطل عليهم حتى يعني برضو. لكن اه حسيت انك عملت ده حاجة نفسك تنساها، كان حاجة انت كنت ناويها ان انت تتبرعي او حاجة زي كده، ولا دي جت مفاجأة بعد ما شفت المشاهد لما شفت الفيديو؟ المشاهد من 7 اكتوبر لحد النهارده 19 اهو اكتوبر، آه زياده يعني عن كده، آه لحد يعني من ساعه ما بدا الضرب عليهم يعني، واليوم من قصف اول يوم الحرامة. قصف لحد النهارده، وانا نفسي اعمل اي حاجه او اتبرع باي حاجه او اروح حد معاهم هناك. والله نفسي اعدي المعبر، ولو انقصفت انقصف، وما ينفعش المسلم اخي المسلم لو اشتكى منه عضو تداعت له جميع الاعضاء، يعني ما ينفعش نبقى احنا مسلمين وقاعدين في امان ومستامنين هما بينقصفوا ليل ونهار يعني. قولي لي بقى ايه اكتر مشهد انت شفتيه في الحرب الليلة دي اتأثر فيه؟ والله الاطفال والناس كاتبه، ناس كاتبه اسامي عيالها يولدوا على رجليهم عشان ينعرفوا، ومرات طبيب برضو قاعده، مرات طبيب في مستشفى هناك، هو جوزها شغال في المستشفى، فبتقول لهم ابني ابيضان يوسف وشعره كيرلي، وبتدور عليه في اللي هم الاموات يعني، وابوه واقف بيداوي الناس، ابوه دكتور ومش عارف ابنه فين، ولا عارف ابنه فين، وقعد يدوروا ويجروا عليه. دي والله المشاهد دي انت بتزعلني قوي. اول ما بدات تشوف الفيديوهات ديت قررتي ان انت اللي في ايدك هتعمليه، اه لا اقدر وضعك عليه طبعا يعني، اولا ثانيا طبعا. اه لا اقدر عليه، قلت اعمله ان شاء الله. الاسره هنا بقى ما منعتش حضرتك مثلا ولا لا ما تلاقي منعوش، هم قالوا ما قال لي الحاج، قال لي يعني ايه اللي انت حاجتك وانت حره فيها يعني، ما قاليش حاجه. اما العيال الصبيان والبنات قالوا لي لا ده انت ما انت مش عارفه اللي هيوصل ولا مش هيوصل، قلت لهم لا ان شاء الله هيوصل. كده انت قررت تديه لشيخ الازهر ايوه اه ده في شيخ عشان الاسد تاكدي ان عشان هو اتاكد ان هو هيوصل. اه ال 400 جرام دول كام دلوقتي؟ تقريبا يعملوا زي 1,000,000 جنيه. ان شاء الله ربنا يوسع عليك. هم على فكره مصورينه في المشيخه معاهم هنا، مش عارفه بقى انت كده هتشوف كله ولا ايه. هو كده على حسب كلام زوجة ابنك ان هو ناقص ختمين في الايد اليمين. تمام اه 2 هنا و2 هنا. ما شاء الله، ربنا يا رب يزيدك ويديكي الله العفو يخليك. والعفو والعفو. اه هي دي الصورة اللي باينة فيها اهوت، بس في برضه في الايد اليمين تانية دهب تانية. في بقى ان شيخ الازهر يعني هزر مع جوز حضرتك بقى في اه قال له هي، قال له انا جوزها، كان معايا اخويا برضه، قال له انا اخوها، فبص الجوز كده قال له طب هي بتتبرع، انت ليه ما بتتبرعش؟ فضحك يعني الحاج وقال له سكت يعني. رد فعل أهالي القرية هنا بعد ما عرفت يعني في قرية وفي أرياف، وخاصة المنوفية، ومعروف عنهم يعني إن هم البخلة والكلام اللي هو مش صح ده، تمام؟ كلها شعائر. قولي لنا بقى يعني رد فعل أهالي القرية إيه؟ وردت على يعني إن المنايفة بخل، المنايفة أثبتوا يعني إثباتات كثيرة جدا إن المنايفة مش بخل. اللي ما هو مش بخل. اه والله انا ما يعني ما اختلطتش بحد، اول ما سالتش حد يعني ما حدش يعرف، أهالي القرية لسه ما مكنوش حدش بيتصلوا هنا بيكي يعرف، أو أي حاجة؟ آه لا ما حدش منهم يعرف حتى حتى، القرية هنا اه مش ما حدش عارف. يعني يعرف أي حاجة، هنتبرغ فيكم بقى كله هيعرف. لا ما تعرفش كل حاجة. انت عاملاها لله وما كانش قصدك انها عاملاها رحمة. اي والله انت كلمتوني كتير، ما كنتش عايزة والله اعمل، ولا كنت عايزة اخش مع مدام بسمة وهبة على المحور، مش عايزة والله اعمل حاجة زي كده، انا الحمد لله يعني مش تبرع، ده هو واجب علينا يعني، مش تبرع والله، مش تبرع، ده احنا المفروض انا برضو يعني لما حضرتك تجيلي الصوره واحنا نقلب الصوره معاكي
يعمل زي حضرتك. اه عايز يساعد بأي طريقة، لو عنده ذهب زيادة يتبرع بالنصيحة، هتبقى أحسن يعني من كده. إحنا بنتكلم، ربنا يكرمك. قول لنا بقى يعني ادي بين حضرتك اتبرعت ب 400 جرام ذهب. ما هو الملايفة فيهم وفيهم، يعني في كل حتة فيها الكويس أو كل المحافظات، يعني ممكن تلاقي في الشرقية ناس مش كويسة وناس كويسة، المنوفية فيها الحلو وفيها الوحش، كل قرية كل بتاع محافظة فيها الحلو والوحش. أقول لهم والله أنا أفديكم بعناية، أفديكم بعناية، وأتمنى أعدي معاكم والقصر يجي عليا، لأن كل ما تنزل حاجة على غزة وعلى أطفال بروح أنا كأنها نزلت على دماغي. بس يعني ده اللي أقوله. المشاهد بتتعبني نفسيا والله. ده والله مره قبل كده انا كنت عايزه اطلع بره كده واصرخ من شده الزعل والحاجات اللي انا بشوفها بصراحه، يعني صراحه يعني والله مش عشان اي حاجه، انا بيني وبين نفسي كده البكاء ده ما ببطلوش. انسانيا حتى. بلاش يا اخي نقول ان احنا مسلمين، فين الانسانيه؟ يعني هم يبيدوا ناس باطفالهم بعيالهم، يبدو ناس ويمحوهم من على وش الدنيا خالص، ما ينفعش طبعا. ولا ده مسلمين، ما ينفعش كده. الدور المصري مع غزه والمساعدات والله انا نفسي بس ربنا يسهل كده، والمعبر ده بتاعنا ينفتح 24 ساعه، ده اللي انا نفسي فيه بس، يعني ان شاء الله ان شاء الله. هنشكر حضرتك وربنا يتقبل الصدقه او التبرع، او ان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الله يخليك ويعوض الخير ان شاء الله باذن الله. باذن الله. ونتمنى ان هي تساهم في امين يا رب. والله لو اقدر اعمل حاجه زي كده تاني لاعملها، بس ربنا يبعت من عنده. تتكلمي حضرتك على المساعدات بس، عشان يعني حضرتك انا نفسي المساعدات تزيد عن كده ولا والله نفسي اللي عنده حاجه، نفسي اللي لو معاك لو حد معاه 100 جنيه يطلعها، يعني اي حاجه منه ده واجب عليهم على فكره، يعني ده هم مش تبرعات، لا ده واجب على المسلمين انهم يعملوا كده. كويس الحمد لله، بس انا نفسي يا ربنا بس يكرمنا بس، والمعبر ده ينفتح. انفتح مساعدات، مساعدات تخش وجرحى تعدي كده، يعني ما انا كل اللي اتمناه ان المعبر بتاعنا بتاعنا رفح ده ينفتح 24 ساعه عليه. حضرتك نزلت في مظاهرات التأييد اللي حصلت والله؟ لا ما نزلتش، انا رجلي بتوجعني ما نزلتش. الله يسلمك. لا ما نزلتش اي مظاهرات، لا بصراحه بالفعل. بالفعل. عاوزين بقى تعويضين كده من حضرتك ليه؟ والله بدعي لهم ربنا يمنع السوء عنهم ويمنع الخنازير دهم عنهم ويوقف الضرب عليهم النهارده قبل بكره، وربنا يثبتهم على الحق والدنيا يا رب، ويصلح لهم حالهم ويقف عنهم الحاجه دي كلها، ويعيشوا زي اي حد شعب عايش، يعني ما ينفعش عليهم حصار بقى لهم 17 سنه ويجوا ينضربوا بالطريقه دي، ما ينفعش. ربنا يا رب يرحمهم ويصفقهم باذن الله، يعني مصر يا رب تنصر. كنا معاكم متابعينا متابعي جريده اهل مصر من كل مكان، كنا معاكم من داخل قريه شمه التابعه على مركز اشم محافظه المغربيه، كانت معاكم